أنا طالع الأربعين، لو عزتي حاجة خبتي على الباب مناعي يجيلك. تعيش وتفتكر يا حبش. يا من يعيش. ربنا يديك الصحة. يا رب. بقية حياتك. بقية في حياتك يا حبيبي. البقية في حياتك يا حاج، والف مبروك على الجواز. البقاء لله. تعيش وتفتكر يا حاج، الف مبروك على الجواز. عظم الله اجرك يا عريس. المسمار لسه مدقوق في مطرحه. والله انت ظالمني. وبعدين انت في حالة حلوة، مفروض تسامح كل الناس. عامل ايه يا حاج سيد؟ زي الفل يا حاج. والله توحيد ما سبتني ليله في الاربعين ليله اللي فاتوا. راجل الدب يا ولد. ابو ذكرك في الخشمه. لا مؤاخذه عريس. عريس؟ هيكلم مين دي؟ انت ما تعرفش، اخو المرحوم اتجوز. وماله؟ ألف مبروك يا حاج، الونس حلو. والله أنا لولا زعل توحيد كنت اتجوزت. الراجل صواميله فوتت. أبو ذكري، ساعات أحس إن اللي بين ضلوعك فردة جزمة مش قلب. ولدك جالي امبارح وقرينا الفاتحة. ولد مين؟ حماد، بس قريناها بشكل معقد. وقلت له الفاتحة الكبيرة لما أبوك يجي. لما أبوه يجي؟ يبقى عمرك ما هتقراها. مش هو عمل راجل وجالك وانت عملت راجل وقريت؟ اتفقوا مع بعض. والله حجي كمان المعارف عندها ضعف في جسمها كله، حتى الحجنة مش عايز تمشي في الوريد، والضغط طالع نازل بشكل غريب. وده من ايه يا دكتور؟ وفي حد زعلها؟ هو كل ده من الزعل؟ واضح انها في حالة حزن شديد، وعموما دي مجموعة فيتامينات، وحاولوا تفرفشوها وتبعدوها عن اي زعل، وتشغلوا لها التلفزيون وتتكلموا معاها، ان شاء الله خير. ويظهر ادوية الاعصاب مع الحزن عمل لها دروب في الدوره الدمويه، وانا هتابعها باستمرار باذن الله. ان شاء الله. متشكرين يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. شاهي مناع. حاضر يا عم الحاج. مرحبا يا عريس. اصطبحي يا كامله. هو العريس بيبقى شايل الهم كده؟ ليه؟ مش باين يعني عليك لا فرحه ولا حاجه. هو اللي يشوفكم يعرف الفرح. عموما مبروك. انا بس حبيت اقول لك كلمه واحده. انت برضك كنت جوزي وابو عيالي يا محمد، ولما اتجوزتني سواء انا او لميعه او منده كنت اول بختنا واخره برضك. ما عرفناش راجل غيرك ولا هنعرفه. الدور ده خلي بالك الفرق كبير، واللي معاك مش مغمضه الوجعه. الدور ده ممكن تستحملها وممكن ما تستحملهاش. والبنت العشاقة محدش يقدر عليها، والسن يميل للسن، وعيالك صغيرين من سنها. مبروك يا حاج. عاملة ايه دلوقتي؟ نايمة، ما دقتش حاجة بالصبح. ها
رحت لابوك يا ولدي؟ رحت له يا أم وقال لي هيجيلك هيجيلك يا أم. صح يا ولدي؟ أيوة يا أم هيخلص اللي وراه وهيجيلك. فورت لك دمه أحسن ولسه مش هيشوف راحة طول ما العجربة دي عنده عينه في وسط راسه. تعرفي يا كاملة لما رحت أجيب مهرام من عنده لقيته نايم جاره وهي في أوضة تانية. تلاقي هي دي الموضة بين كل واحد فيهم في بر المركب مش راسي. البنت طليقها فين؟ صايع بيشتغل أي شغلانة هيقولوا بس لو نعتروا عليه سهلة نشيعوا له مرسال. اللي في راسك يا كاملة؟ مفيش في راسي غير حيرته. ما تعرفش ابوي مرات ابوي راحت فين؟ مرات ابوك مين؟ فرحة العروسة الجديدة. راحت فين؟ انا اللي اعرف. انا قابلتها على الطريق هي ومهران وعلى رجليها سلمت عليها وقلت لها عاوزة حاجة قالت لي شكرا وصحبت ايديها ومشت. هي قالت لي انها رايحة لامها. وده وقته برضه مش عندنا واجب وتطلع تقعد فوق مع الحرير. عندك كلام تاني عاوز تقوله؟ كلام ايه؟ قوم وقف مع الرجالة ومالكش دعوة بالحريم قالوا ايه وقعدوا مع مين وليك حساب تاني معايا على اللي عملته. راحت فين دي؟ العريس الشباب الشديد منور. ها؟ ده انت مش هنا خالص. الغربان الجديد شدته كبيرة. فرحة فرحة جابك هنا من غير اذن. هستأذن عشان اروح لامي. وتستأذني عشان تخش الحمام، مفهوم؟ هدي يا حاج، وهي راحت فين؟ ما هو بيتك برضك، وكل بيوت البلد بيوتك. اطلعي قدامي. لسه ما خلصتش قعدتي. قلت لك اطلعي. وانا قلت لك لما تجيلي مزاجي هروح. مزاجك؟ انا ما عنديش مزاج. غطي نفسك وهاتي مهران وحصريني. اطلعي اطلعي يا بنتي واسمعي الكلام. يلا مداح هدى قول خير. عايزه ايه؟ مرتك فرحه اتجوزت. وانا مالي؟ انا طلقتها خلاص. لا رديتها. مرت عمك محمد ابو دياب هتقول لك خدان وانت رديتها. فاهم؟ رديتها. فهميني عايز ايه بالظبط؟ اقول لك عاوزه حاجه؟ بعد عني، ما تحطش ايدك علي. انا هكلم مهران. كلمتك انت؟ عاوز حاجه يا مهران من سوهاج؟ بعد عني يا ابن